بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 11 في مذاكرة ومدارسة كتاب أحاديث الفتن والحوادث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب كف اللسان في الفتنة. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الترمذي: غريب، سمعت محمدا يقول: لا يعرف لزياد بن سمين عن ابن عمر رضي الله عنه. لا يعرف لزياد ابن سيمين. أحسن الله إليكم. ياءين، ياء قبل الميم وياء بعدها. أحسن الله عملك. سيميني. أحسن الله عملك. سيميني أحسن يعني. أحسن الله عملك. سمعت محمدا يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين عن ابن عمر رضي الله عنهما غير هذا. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، اللسان فيها كوقع السيف. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب كف اللسان في الفتنة. هذا الباب بما اشتمل عليه من التراجم فيه تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن من أسباب النجاء من الفتن، من أسباب النجاء من الفتن واتقائها، وأن يحذر من غوائلها، أن يكف المسلم لسانه وقت الفتنة، يكف لسانه عما يضر أو يذكي الفتنة ويوقدها. أما أن يكف لسانه عن الخير فلا، لأن الواجب أن الفتن تكشف ويكشفها أهل العلم ويجلوها ويبينوها ليسلم من أراد الله له السلامة، وينجو من أراد الله له النجاة. وذكر فيها الحديث الذي رواه أهل السنن، وهو حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة. ستكون يعني أن الأمر قريب ليس بالبعيد، ولهذا عبر بقوله ستكون، وهذا أبلغ من قوله سوف تكون، لأن السين وسوف كلها تتعلق بالأمر المستقبل، لكن ثمة مستقبل قريب ومستقبل ليس بالقريب. فأما المستقبل القريب فيعبر عنه بسكذا، سيكون كذا، ستكون فتنة. والمستقبل المتراخي غير القريب يعبر عنه بقوله سوف. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة. وفتنة جاءت هنا على جهة الإفراد والتنكير، وهذا يخالف ما سبق، ستكون فتن على جهة الجمع. ستكون فتنة، وفتنة مفرد ولا جمع؟ ها، مفرد، وجاءت منكرة، وهذا يدل على أنها عظيمة، فإن تنكيرها ها هنا يدل على عظم هذه الفتنة وعلى شناعتها، وأنها تعم ولا تخص.
ستكون فتنة تستنظف العرب، أي تهلكهم وتستوعبهم. استنظف العرب أي عموا بها فاستوعبتهم وأهلكتهم. ولماذا خص العرب بالذات؟ لأن العرب معدن هذه الشريعة وحملتها ونقلتها، وفي بلدانهم مقدساتها، وهذا له نظائر، منها ما رواه البخاري في الصحيح عن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. فخص العرب بالذات لأنهم الحملة والنقلة لهذا الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم تستنظف العرب أي تستوعبهم وتهلكهم، فلا يبقى منهم إلا القليل. والعرب قبائل كثيرة، أول من يزول من العرب ويقلون جدا الأنصار، حتى لا يكاد يوجد منهم إلا القليل في آخر الزمان. ما شأن هذه الفتنة؟ قال: قتلاها في النار، دل على أنها فتنة مقتلة، فتنة حرب وهرب، فتنة حروب. قتلاها في النار، القاتل والمقتول كما سبق في الأحاديث. اللسان فيها أي في هذه الفتنة أشد من وقع السيف. هل سمعتم أحدا يقتل بلسانه؟ ليس اللسان أداة من أدوات القتل، لكن باللسان تهيج النفوس إلى أن ينتهي الأمر إلى سفك الدماء. في هذه الفتنة العامة المستنظفة للعرب أشد ما فيها اللسان، أي المهيج لهذه الفتنة، المغري إليها، الحاث عليها، الداعي إليها. وهذا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف الإنسان شره عن عباد الله، وأن يحفظ لسانه فلا يؤذي به المؤمنين ولا يذكي نار الشر بينهم. اللسان سبب للعداوة. النمام من هو؟ من النمام؟ أنت. كيف يمشي بين الناس بالنميمة؟ يضعها على لوحة ويمشي فيها؟ نعم، النمام ينقل الكلام بين الناس مفسدا لبعضهم على بعض. وش ينتج عن النميمة؟ إغار الصدور والبغضة. كذلك اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف إذا برر للباطل وبرر للتكفير بغير علم والتبديع بغير هدى وسوغ له، فأصبح يصنف هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، إلى أن تنشأ النفوس باغضة مكرهة لمن لا يصح في الشرع أن يكره وأن يبغض. ومن هذا النوع ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هو ما قتل، لكن أعان على القتل وسفك الدماء بلسانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وهذا عام، أو ليصمت، وهو متأكد ومأمور به من باب أولى وقت الفتن، إما أن يقول خيرا أو يأمر بخير أو ينهى عن شر أو يسكت. وفي زمن الفتن
لا يسمع لكلام عوام الناس، بل حتى العلماء أهل الفتنة الوالغون فيها الداخلون فيها لا يسمعون حتى للعلماء، بل إنهم يردون العلماء. هذا العلماء سلاطين، هؤلاء علماء كاتمون الحق ساكتون عنه. فعندئذ إذا لم يسمع لقول الناصح ولا لتحذير المحذر فعندئذ يسكت، يسلم الناس من شره. فهذا فيه كف اللسان عما يزيد الفتنة أو يذكيها. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي أبو عيسى: حديث غريب، سمعت محمدا. من يعني بمحمد؟ شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، هو شيخ الإمام أبي داود. يقول: لا يعرف لزياد ابن سيمين عن ابن عمر غير هذا الحديث، وزياد في نفسه محل ثقة. قال: ولأبي داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء عمياء. البكم ما هو؟ ها؟ ما البكم؟ الأبكم الذي لا يتكلم. ليش لا يتكلم؟ لأنه لا يسمع، لأن السماع هو وسيلة النطق. لو نشأ ابنك بين من يتكلمون الصينية سيتكلم الصينية لما سمعها بأذنه. إذن كونها بكماء أي مستغلقة، عمياء أي أنه يعمى فيها عن الحق فلا يعرف، فلا يسمع فيها حقا ولا ينطق فيها بحق ولا يرى فيها الحق، وإنما الأمور فيها ملتبسة مشتبهة غير متميزة. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث: اللسان فيها كوقع السيف. أي لسان؟ عبر باللسان وأراد به الكلام، لأن الكلام يكون باللسان، ويدخل في اللسان الكتابة، أي كل محرض على هذه الفتنة مذكيا لها داع إليها، سواء كان نطقا باللسان أو كتابة بيده وبأنامله، سواء عبر الآلات والتواصلات المعروفة أو عبر الرسائل والكتب. أشد فيها من السيف باعتبار أثره وخطره وما يعين على هذه الفتنة. ففي الحديثين أمر بكف اللسان عما ينفع في الفتن. صح؟ لا، مو صحيح. كف اللسان عما لا ينفع، أما ما ينفع ويحذر منه المؤمنون فلا يجوز السكوت، ومن سكت عندها في الفتن كان كالشيطان الأخرس الذي عرف الحق ولم يأمر به ولم يدعو إليه. نعم. ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. سبق في حديث أبي داود: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. الأصم اللي ما يسمع، والبكم ما يتكلم، عمياء من استشرف لها استشرفت له، من تطلع لهذه الفتنة وقصدها وقع في غوائلها وفي شباكها. وإشراف اللسان يعني تطلع اللسان لها فيها كوقع السيف. قال: ولابن ماجه صاحب السنن ابن ماجه القزويني
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع الذي يقول فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أخذه ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهو الذي قاله الصحابي من نفسه. والموقوف على نوعين: موقوف للإنسان فيه اجتهاد ورأي واختيار، فهذا ينسب له أنه من قوله، ومرفوع وموقوف ليس للرأي فيه مجال، علم غيب، إخبار عن مغيب، لا مجال فيه للاجتهاد، وهو على ضربين. الضرب الأول إذا كان هذا الصحابي لم يعرف عن أخذه عن بني إسرائيل، فيكون هذا له حكم الرفع. أما إذا كان الصحابي أخذ عن بني إسرائيل، عن عبد الله بن سلام أو كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو عن غيرهم، فلا يكون له حكم الرفع لاحتمال أن يكون سمعه عن بني إسرائيل. وشرع بني إسرائيل ليس شرعا لنا، لكن ما جاء عنهم على ثلاثة أنواع: نوع عرفنا صحته في شرعنا فنعمل به لأنه جاء في شرعنا، ونوع عرفنا باطله في شرعنا فلا نعمل به لأن شرعنا قد أبطله، النوع الثالث ما سكت عنه في شرعنا فلم يبين حقه من باطله. وهذا كان آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: إياكم والفتن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى إياكم؟ إياكم اسم فعل أمر مثل صح ومه، أي أحذركم، والفتن أي أحذركم الفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف، أي أنه محرض وقاتل. نعم، لا يقتل بلسانه لكن يهيج ويغري الناس بعضهم مع بعض، ويعير ويشتم ويكفر، كل هذا مادته من اللسان أولا أو من الكتابة، فعندئذ يقع السيف في الناس بسبب كلمة قالها. ولهذا يا أخواني، اللسان جارحة تميز الإنسان من الحيوان، وهو جارحة سبب للإضلال. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأرجع الأمر إلى القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وش قال؟ قال: أوصني. قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديثه: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول، نحاسب بما ننطق، مؤاخذون أي بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. ما معنى ثكلتك أمك؟ إيش؟ يقول حزلت عليك. هزلت؟ حزنت. حزنت؟ لا. فقدتك أمك. سبحان الله، يدعو النبي على معاذ بهذا. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بهذا. الجواب أن هذا ليس بدعاء، وإنما كلمة اعتادت العرب على النطق بها للتأنيب ولفت الانتباه، فهي كلمة لا يراد منها معناها، كقولهم: ما له لا أم له. في أحد ما له أم؟ نعم، آدم، فقط آدم هو اللي ما له أم.
فقولهم ما له لا أم له أو لا أب له من باب التأنيب ولفت الانتباه، وإلا فكلمة لا يراد منها معناها. ثقلتك أمك يا معان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد، يعني ثمار ما نطقوا به وتكلموا به، فيا ويلا ويا سوءة ويا وخيمة من جاء يوم القيامة عند الله وقد ملئت صحائفه بعطب لسانه وما نطق به من السوء في حق الله كالشرك، أو في حق عباد الله غيبة وسبا وشتما ونميمة، أو تحريضا وتهريجا بين الناس، أو في حق نفسه، ويا سعد من جاء وصحائفه ملأ بما رطب به لسانه من ذكر الله وقول الحق والدعوة إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطق، والحديث فيه مقال لكن معناه صحيح. معنى موكل بالمنطق أي بما ينطق به الإنسان فيبلى، رب كلمة قالت لصاحبها إيش؟ دعني، وبئس مطية الرجل زعموا. ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل، والرجل هنا لا مفهوم له، أي الرجل والمرأة، لكن عبر بالرجل تغليبا، ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ينطق بكلمة لم يلقي لها بال، ما ظن أنها بلغت مبلغها، لكن هذه الكلمة تسري وتمضي وتحمل على معان عظيمة ما فطن إليها، يهوي بسببها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ ما ألقى لها بال، لم يبالي بها، من ذلك الاستهزاء بدين الله، المستهزئ لم يبالي باستهزائه. بعض الناس يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول لا يبالي، ومن ذلك الكلام في الفتن بغير مصلحة وبغير فائدة، يردي الناس يتقاتلون بسبب كلامه، ما نقل أو ما قرر أو ما قال. بينما الصحابة رضي الله عنهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعوا وجبة صوتا ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتعلمون ما هذا؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا وفي هوي ونزول الآن بلغ إلى قعره، وسيكون أقوام في الدرك الأسفل من النار بسبب ما نطقت به قلوبهم، ما نطقت به ألسنتهم من خبث وعفن قلوبهم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، أي تبلغ عند الله سخطا وبغضا ومقتا، يهوي بها في النار 70 خريفا. دخل مرة عمر على أبي بكر، في أفضل منهما في هذه الأمة؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هما أفضل الناس بعد رسول الله. من أفضلهما؟ أزكاهما، أحلاهما، أتقاهما، أوفاهما بالبر والميزان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان. دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجذب لسانه، فقال عمر مهلا عفى الله عنك،
عسى ما أشر. قال هذا، يقول الصديق هذا، وأشار إلى لسانه، هذا الذي أوردني الموارد. نعم، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا إيش؟ أجل وأخوف. انظر ما يهدر به لسانك ويسطر عليك عند الرقيب والعتيد. الرجل والإنسان قبل أن ينطق بالكلمة يملكها، فإن نطق بخير حمد وأمن العاقبة، وإن نطق بغير ذلك لم يأمن. فالكلمة قبل أن تخرج من هذا أنت تملكها، فإن خرجت ملكتك وتحملت نتائجها. قال الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. ويتأكد هذا جدا في زمن الفتن. وقعت الفتنة بين الصحابة، وكان قاضي المسلمين وقتئذ من هو؟ من هو رئيس المحكمة العليا وقت الصحابة؟ رسول الله؟ مات الرسول، ها؟ مات الرسول، أبو بكر مات، عمر مات. كان القاضي شريح الكندي، شريح الكندي، القاضي شريح ولاه عمر القضاء، وأقره عليه عثمان، وأقره عليه علي، وأقره عليه معاوية رضي الله عنهم، 40 سنة وهو قاضي. وقع الأمر بين الصحابة، 9 سنين لم ينطق فيها بكلمة. تمثل هذا الحديث، ليش لم ينطق؟ لأنه مكبور، الصحابة حضور وهم أولى بالكلام منه، فحفظ لسانه في الفتنة. وحفظ اللسان في الفتن أصل أصيل للنجاء منها، ومنهج مضطرد لأهل العلم. أما ضعاف العقول وضعاف الدين وضعاف العلم تجدهم في الفتن محللين ما شاء الله، يحللونها بأنواع التحليلات، يفتون ويحللون ويحرمون ويصوبون ويخطئون، أليس كذلك؟ لا، بل يتجرؤون على الله، فلان يقصد كذا، ما أدراك ما يقصده؟ أدخلت عن قلبه وشققت عن قلبه حتى عرفت مقصده؟ لأنه لم يحفظ لسانه. فلان أراد بهذا الكلام كذا وكذا، وما أدراك عن مراده؟ نازعت الله في علمه لأنه لم يحفظ لسانه لقلة عقله وضعف عقيدته وقلة مروءته. ولو أنه سكت لسلم هو أولا، وسلم الناس من أين؟ من شره. ففيه ما ترجم عليه الشيخ من حفظ اللسان في الفتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة. ولأبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، وذكر الحديث، قال فيه: كيف أنت إذا أخذت الناس موت تكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما يختار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن دخل علي بيتي.
قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. زاد ابن ماجه: كيف أنت وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك، فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت: الله ورسوله أعلم، أو خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة. نعم، هذا الباب تكرر له نظير، فمرنا في أوائل هذا الكتاب باب إيش؟ النهي عن السعي في الفتنة، وهنا كرره الشيخ مرة ثانية. لماذا؟ ما يدري لماذا كرر الأحاديث؟ كررها لأهميتها، ولهذا أعاد الترجمة بلفظ آخر: من أحاديث النهي عن السعي في الفتنة. لما ذكر قبلها أنواعا من الفتن، وذكر قبلها في أول الكتاب الأمر بالهروب من الفتن، أعاد مرة أخرى تذكيرا بها، لأن الأحاديث تكاثرت وتعددت وتنوعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. قال: ولأبي داود. من أبو داود؟ سليمان صاحب الأسواق اللي حول الحرم. ها؟ أسواق أبي داود؟ لا، إنه سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني، تلميذ الإمام أحمد. عن أبي ذر رضي الله عنه. ما اسم أبي ذر؟ ها؟ ما اسمه؟ جندب ابن جنادة الغفاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. وأبو ذر هذا شأنه عجيب، من أوائل من أسلم، وهو أول من ضرب في سبيل الله في مكة. من ضربه؟ قريش. فأمره النبي أن يرجع إلى قومه، فإذا سمعت بي يا أبا ذر قد هاجرت فاقدم علي. قال: قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. لبيك يعني أجيبك متحننا إلى إجابتك، وسعديك أي لا ترى مني وتسمع مني إلا ما يسعدك. قال: كيف أنت إذا أخذت الناس موت أي هلكة، فتنة عمياء، تكون البيت فيه بالوصيف، يعني يكون القبر فيه يعدل رقيقا أو عبدا من غلائه، هذا المعنى الوصيف. من وصيفة المرأة؟ خادمتها ورقيقتها، يعني أن الناس ينشغلون بهذا الموت الذي يصيبهم وبهذا القتل والحروب، حتى إنهم لا يدفنون موتاهم، يكون غلاء حفر القبر بقيمة الرقيق والرقيقة، فيعطى وصيفا في مقابل أن يحفر القبر لاستحراء القتل فيهم وفتنة سفك الدماء. تكون البيت أي القبر فيه بالوصيف. قلت: الله ورسوله أعلام. لأن قال: كيف أنت؟ وش حالك؟ هل أصاب لما قال الله ورسوله أعلم؟ نعم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه. طيب، لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ أما الله فالله علام الغيوب. من علام الغيوب؟ الله. ما حكم التسوق في مجلس العلم؟ التسوق في مجلس العلم وش حكمه؟ منهي عنه، لأن المقام ليس مقام تسوق. ولهذا من تسوق والإمام والخطيب يخطب الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. السواك ما محله متى؟ ها؟ إذا أراد أن يدخل الحمام يتسوق، صح؟ إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل. السواك له أماكن وأوقات،
عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند الانتباه من نوم الليل وعند تغير رائحة الفم. قال: الله ورسوله أعلم. أما علم الله فلأن الله علام الغيوب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب، الرسول لما كان حي بينهم هو أعلم، لأنه يأتيه الوحي من الله. بعد موت الرسول هل يقال الله ورسوله أعلم أو لا يقال؟ إذا مات الرسول هل نقول الله ورسوله أعلم أو لا نقول؟ إذا كان السؤال في أمر ديني نقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم دين الله كله. وإن كان في أمر غيبي محض أو أمر دنيوي فنقول الله أعلم فقط. جاء رجل من بلاد الأندلس، أين الأندلس؟ أسبانيا الآن، وأسفاه على المسلمين وتاريخهم، وقد حمله أهل بلده 40 سؤالا يسأل عنها إمام المدينة، إمام دار الهجرة. من هو؟ الإمام مالك بن أنس الأصبحي. فجاء للحج ومر المدينة فأخبره عن أسئلتهم، قال: أمهلني. فقرب الحج، قال: يا أبا عبد الله، قرب الحج؟ قال: ائتني بعد الحج. فرجع بعد الحج ولم يتبين الإمام مالك فيها، فلما أراد أن يرحل أجابه الإمام مالك عن 40 منها، وأجاب عن 36 بقوله الله أعلم. قال: يا أبا عبد الله، قومي حملوني إليك الأسئلة، بماذا أجيبهم؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك الله أعلم. لما لم يقل الإمام مالك الله ورسوله أعلم؟ لأن ما بيننا وبين الرسول قد انتهى صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع الوحي الذي نعرف به علمه. قال أبو ذر لما قال: كيف أنت إذا أخذت الناس موت يكون القبر كالوصيف؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، أو قال: ما يختار الله لي ورسوله، يعني أكون على ما يحب الله مني أن أكون عليه، وما يحب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون عليه. فأتاه الرسول بالجواب، قال: عليك بالصبر، تصبر، لا تعجل، لا تخض في سفك الدماء ولا في مهيجات سفك الدماء بالقيل والقال ونقل الكلام والتحليلات والشائعات، وزمانكم زمان الشائعات، جاءت الوسائل، الجوالات، والتواصل الاجتماعي، التويتر، انستغرام، السناب، وسيأتي غيرها مدعاة للكذب وإشاعة القول من غير النظر في عواقبه. وفي الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتياني، فقال لي: انطلق. ملكان، فانطلقنا وإذا رجل معه كلوب. وش الكلوب؟ وين المزارعين يعرفون الكلوب الذي يحصدون به الزرع؟ بيده كلوب، وإذا آخر تحته فيشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: هذا الرجل يخرج من بيته، اسمعوا يا أهل الجوالات، يا أهل التويتر والرسائل، هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة
كذبة واحدة فتطير في الآفاق. ما الذي أطارها؟ هذه الوسائل المعاصرة وما سيأتي بتناقل الناس لها فتطير في الآفاق، ولا يظن أنها بلغت مبلغها، لا يزال يعذب في قبره عذابا من جنس فعله، شرشر فاه إلى قفاه، منخر إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. وفي زمن الفتن من باب أولى، قال عليك بالصبر. فقال لي: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ إيش أحجار الزيت؟ زيت الزيتون ولا زيت بترومين؟ ها؟ زيت الزيتون؟ ها؟ لا، الزيت الحجري؟ ها؟ الصخري؟ لا، زيت بترومين. أحجار الزيت موضع في المدينة يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 400 متر، كان يسمى بأحجار الزيت، على طرف حرة واقم. المدينة تحيط بها الحرار من كم جهة؟ تحيط بها الحرار من 3 جهات، أما الجهة الشمالية فليست حرة، وإنما جبل أحد وبجواره وادي العقيق ثم السبخة اللي بينزل فيها الدجال. الحرة الشرقية تسمى حرة واقم، وعند أولها أحجار الزيت، والحرة الغربية تسمى بحرة الوبرة، وتتصلان من جهة الجنوب من وراء العوالي ومن وراء جبل قباء، وهاتان هما اللابتان، الحرتان هما اللابتان. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت الموضع هذا غرقت بالدم، سمي بأحجار الزيت لأن أحجاره سوداء من أثر البراكين، حتى أن من شدة سوادها كأنما طليت بزيت. فقال: ما خار الله لي ورسوله، أي ما يختار الله لي ورسوله. وهذا فيه تبرؤ الإنسان من حوله وقوته وجده واجتهاده إلى ما يختاره الله له ويختار له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اختيار الله له فلأنه ربه، أما اختيار الرسول فلأنه أشفق الناس على المؤمنين، حتى إنه أشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم، بل ومن أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت الخيرة من رسول الله، الاختيار. قال: عليك بمن أنت منه، عليك بقومك وعشيرتك، أي أنك تهرب من الفتن، تهرب منها. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، إذا كان في قتل ومقاتل، أفلا أخذ السيف وضعه على عاتقي، أعلق الرشاش على كتفي؟ أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال صلى الله عليه وسلم: شاركت القوم إذن، أي دخلت في الفتنة، شاركتهم في القتل والمقاتلة. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك، أغلق عليك الباب بالترباس، وضع عليه الأقفال، تلزم بيتك. طيب، لما لم يقل له تلزم الجماعة؟ الأحاديث تفسر بعضها بعضا، وقد مر علينا حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم إيش؟ جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. جاءنا هنا الحديث المتطابق، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، هنا قال: إلزم بيتك، لأنه ليس لهم جماعة.
وليس لهم إمام. قال أبو ذر، وهذا من حذقه وفهمه ونباهته، فإن دخل علي بيتي، أي دخل علي من يريد قتلي في بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف لمعانه فوق رأسك فضع الكساء على وجهك لئلا تجزع وتسخط من أين؟ من الموت، يعني غطي وجهك حتى لا ترى السيف نازلا عليك فتفزع. والمعنى لا تحاربهم ولا تدخل معهم في فتنتهم، فألق ثوبك على وجهك يبوء، أي هذا الذي يهم ويريد قتلك يبوء بإثمك وإثمه، كأحد ابني آدم الذي أراد قتل صاحبه والثاني خاف ربه في قتله ولم يقاتله، فإن مددت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء، أي تتحمل، تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، لأن قتل المعصوم في دمه يوجب النار، ولهذا كل من قتل من بني آدم يتحمل جريرته القاتل الأول، يبوء بإثمه وإثمك. طيب جاء في الحديث الآخر إذا جاء الرجل يريد مالي قال لا تعطه، قال يقاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، قال فإن قتلته قال هو في النار. هذا في الأمر الذي هو بين ظالم معتدي، لأنه يريد مالك، يريد عرضك، أما في زمن الفتنة الأمر ما هو بين، ملتبس مضطرب. فقال عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخيري ابني من؟ آدم. زاد ابن ماجه، وهذه طريقة الإمام المجدد أنه يسوق الروايات المختلفة التي يفسر بعضها بعضا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر كيف أنت وجوائح تصيب الناس، الجائحة الأمر الجارف العام، ولهذا سميت الجوائح السماوية، إذا نزل من السماء برد فأهلك الزرع تسمى جائحة اجتاحتهم، وجوائح تصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، لم يأمن من مسجده إلى بيته، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك من استحكام الفتن وعمومها حتى أن يقوم من فراشه لا يستطيع، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قلت الله ورسوله أعلم، أو خار الله لي ورسوله، أي ما يختاره. قال عليك بالعفة، أن تعف عن دماء الناس وأن تعف عن أعراضهم وأن تكف عن الخوض فيما خاضوا فيه بلسانك وجوارحك. نعم. وفي حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وذكر الفتنة قال إلزم بيتك، قيل فإن دخل علي بيتي قال فكن مثل الجمل الأورق الثفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، رواه أبو عبيد. نعم. ولأبي داود عن المقداد رضي الله عنه مرفوعا إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وحديث المقداد، حديث ابن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال ابن مسعود إلزم بيتك، أي لا تشارك الناس، لكن الفتن الآن دخلت على الناس حتى في فرشهم، معه الجهاز في على فراشه تحت البطانية يرى العالم كله، وتغير مفاهيمه وتغير عقيدته
وتغير قناعاته، وإلا من يتصور أن يأتي على الناس زمان يقتل فيه الإنسان أمه وأباه يتقرب بذلك إلى الله؟ لما لعبت على فطرهم وعلى قلوبهم بهذه المقاطع والرسائل والشبهات حتى صار يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. ألا ما أعظم المصيبة وما أشنع الفظيعة! فاللهم سلم سلم. قال: فإن دخل علي بيتي قال: كن مثل الجمل الأورق. ما معنى جمل أورق أو ناقة ورقاء؟ أين أصحاب الإبل؟ الجمل الأورق أي الأسود المجهم، والناقة الورقاء أي المجهمة، لأن الجمل الأورق أضخم الجمال أكبرها، الثفال البطيء الحركة، يا الله يقوم يا الله يتحرك، أي أنك كن وقت الفتن بطيء الحركة، وأفضل من ذلك أن تكون مشلول الحركة، لا تحرك لا طرفا ولا لسانا ولا جارحة، لتسلم أولا ويسلم منك الناس ثانيا. قال: فكن مثل الجمل الأورق الثفال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، أي غصبا. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام. ولأبي داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن، وإن أداة إيش؟ توكيد ونصب، توكيد ونصب. واحذروا النصب في الأموال والنصب في الحديث فإنه كذب، لكن هنا النصب بماذا؟ بأنها اسم، بأنها أداة تنصب ما بعدها. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها عليه الصلاة والسلام مؤكدا لها مرتين. والسعيد هنا بأل الدالة على الاستغراق، أي الذي سعد السعادة التامة بأن تجنب الفتن، جنبها نفسه وجنبها غيره، فسلم من غوائلها وشرها وفتنتها. من ضد السعيد؟ الشقي. إذن على مفهوم المخالفة من الحديث، من هو الشقي؟ الذي ولغ في الفتنة وخاض فيها وشارك فيها وأعان عليها. ماذا تحب أن تكون أيها المؤمن، سعيدا أو شقيا؟ إذن اختر لنفسك هذا المنهج، تجنب الفتن وابتعد عنها. وزماننا زمان لقافة، زمن التطفل، يبحث الإنسان عما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. لكن أين ذلك؟ ما أقله، لو يقع حادث ذهب ينظر إليه، لو يقع في المسجد هنا هوشة عند العمود البعيد ذهب الناس ينظرون إليها. ليه؟ ملاقيف، مشرئبة عقولهم ونفوسهم الضعيفة وعلمهم اليسير إلى القيل والقال والفتنة. والسعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن، جنب فعل إيش؟ لم يسمى فاعله. من المجنب له؟ تحتمل احتمالات، جنب الفتن أي أن الله وفقه لتجنبها، سعى هو إلى أن يجنب نفسه الفتن. بماذا سعى؟ عرف الحديث فعمل به، ابتغى لنفسه النجاة والسلامة فجنب نفسه موارد الفتن. ولمن ابتلي فصبر إيش؟ قال: فواها، أي يتحسر ويتلهف، واهن عليه الذي بلي بهذه الفتن، لكن إن صبر عليها وسلم الناس منه عظم أجره. بماذا؟ بالبلاء، وعظم أيضا آخر بالصبر على البلاء. واهن تلحفا وتحسرا عليه، قد يسلم وقد لا يسلم، والغالب أنه لا يسلم.
الغالب أنه لا يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا بليتم فاثبتوا وسلوا الله العافية. أما الذي باشر الفتن وسعى إليها وتطلع إليها واستشرف لها وذهب يركض إليها، فيتحسر عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أضحى من أين؟ من ضحاياها، وممن فتكت فيه الفتن. نعم. عشر. نقف عند هذا الموضع في هذا الباب الجليل من أمارات الساعة، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: تكلمتم عن الفتن وهناك خلاف اعتزل الفتن وترك الجهاد كما في بلادنا، فيقع الصراع بين الحق والباطل وهي فتنة، فقلت اعتزل الرجال الفتنة، الجهاد في شريعة الإسلام ليس فوضى، كل واحد يحط سلاحه يقول بروح أجاهد، هذا ليس جهادا، وإنما هذا اتباعا للهوى أو للطائفة والجماعة. الجهاد في دين الإسلام لا يقوم إلا بإمام وبراية صحيحة، قال أهل السنة والجماعة: ونرى الحج والجهاد مع من؟ مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأن الجهاد عبادة والحج عبادة، وكلاهما عبادتان جماعيتان لا تنضبط ولا تقوم إلا بولي الأمر الذي يعرف متى يجاهد ومتى يهادن، متى يقدم ومتى يرجع، إلا إذا دهم العدو بلدا فتعين على أهله دفعه، يتعين وجوبا عينيا على أهل هذا البلد دفع هذا العدو الصائل. إذن الجهاد ليس أمرا فوضويا في شريعة الإسلام، والله أعلم. قال الله جل وعلا: وإذا استنفرتم فانفروا. من استنفرهم؟ ولي الأمر، الإمام الذي له في أعناق الناس بيعة بالحق توجب له السمع والطاعة بالمعروف، والله أعلم. إذا وقعت الفتنة يقعد العلماء في بيوتهم، من يوجه الناس لخطورة ذلك؟ أخبرناك يا أخي المتكلم بالفتنة إما بعلم فهذا مأمور أن يبين، وأما عامة الناس فليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الحل والعقد، إذن لماذا يحللون ويبررون ويتهمون ويصححون ويخطئون وهم لا يدرون ولا يشعرون؟ والعالم إذا لم يسمع لكلامه ليس له إلا السكوت ليسلم في نفسه. سائل يقول: أخي في السودان مريض، وأخبرني أهلي أن أتصل عليه، فحلفت وقلت علي الطلاق ما أتصل، فهل الحلف انتهى أم لم ينتهي؟ أنت ما حلفت، لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، أنت هايطت واتبعت هواك وطلقت، لماذا ضيقت على نفسك أمرا واسعا؟ لحماقتك، أليس كذلك؟ ولقلة عقلك ولضعف دينك، فهذه تراجع فيها المحكمة لينظر في طلاقك. تحسب الطلاق هينا؟ لا والله، الطلاق حد من حدود الله، قال الله في آية الطلاق: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول: ما قولك في بعض من ينتسب إلى العلم ويتكلم في العلماء ويقول إنه قد جرحهم الشيخ فلان
وأنهم يدرسون الجرح والتعديل. الجرح والتعديل علماؤه في المقابر الذين جرحوا الرواة وعدلوهم من نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليتميز العدل الضابط من سيء العدالة وسيء الضبط. أما أن يتكلم في أهل العلم في فلان فيه كذا وفلان ما فيه كذا، هذه من الفتنة، فتنة اللسان التي تفضي إلى التبديع بغير علم وإلى القتل وسفك الدماء. لا يتكلم في العلماء إلا علماء أمثالهم. أما أنت أيها الطالب للعلم، أيها المبتدي، أيها العامي، عض على الشحم، شحم، عض لسانك ليسلم الناس من شرك، وخصوصا أهل العلم. أما العلماء الكبار هم الذين يبينون من عنده شذوذ وعنده خطأ وعنده انحراف وعنده باطل. هذه وظيفة العلماء الكبار، ليست وظيفة الصغار من الطلبة أو البزران أو العوام. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله أعلم. يقول في الدعاء، يقول: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لماذا قال عبد بلفظ المفرد؟ العبد هنا أي العبد الكامل في عبوديته لله، وأول من يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قالوا في الله قولا حقا سالما من كل عيب ونقص. ولهذا مدحهم الله في آخر الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وإيش؟ وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب، وما قالوه في حق الله من أين؟ من الكمال والثناء. والحمد لله رب العالمين. وكلنا لك عبد أي نقر لك بالعبودية، ولا نقول إلا ما يليق بالعبد أن يقوله في حق ربه ومعبوده. ما ضابط العذر النادر وغير النادر الذي تعاد فيه الصلاة؟ الضابط فيه أن تحذر الوسوسة، أن تحذر الوسواس وتتقيه، ولا تسترسل معه وتمشي فيه، وأن تتعلم صلاتك وما ينقضها وما يبطلها، والله أعلم. يقول: حملت أمانة أموال لفقير فلم أوصلها وكان عمري صغيرا، فأنفقتها ثم تبت وندمت وأخرجت أضعافها، ولكن صاحب المال توفي ولم يسامحني، ماذا أفعل؟ إن كان هذا الفقير الذي حملت نقل المال إليه لم يزل حيا، فأخرج هذا المال أو ضعفه وادفعه له، فإن كان قد مات فادفعه إلى من؟ إلى ورثته. وعليك أن تتوب لما كان منك من هذا الجهل وهذا الأمر الذي خنت فيه الأمانة، تتوب توبة نصوحة بينك وبين الله، وتكثر من الاستغفار والندم، وتدعو لصاحب هذا المال الذي أوكلك بالمهمة الذي مات ولم يسامحك، تكثر الاستغفار له، لعل الله عز وجل أن يشملك بتوبته ومغفرته. ومن تاب صادقا مع الله قبل الله توبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. هذا السائل يقول: كيف أحصل العلم؟ يعني كيف أبدأ؟ وبأي الفروع وبأي الكتب؟ أعظم العلم وأساسه كلام الله، القرآن، فاعتني بالقرآن، احفظ ألفاظه وتفهم في معانيه، هو العلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. الرحمن علم القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو إيش؟
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واعتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الوحي الثاني الموضح المفسر المبين للقرآن. فالعلم في الكتاب والسنة، ولا يتأتى علمهما إلا بأخذه عن العلماء الموثوقين الأثبات، وأن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وتتأسس فيه تأسسا، تتدرج في العلم إلى أن تحصله، وإن كنت صادقا نلته، وإن كنت مجرد متمني فالتمني رأس مال المفاليس، والله أعلم. سائل يقول: هل يصح الوتر بركعة علما أني أصلي في المسجد ركعة واحدة؟ نعم، الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. دليل على أن أقل الوتر ركعة حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر ولو بواحدة، وسواء صليتها في المسجد أو في البيت فالحمد لله، لكنها في البيت وفي آخر الليل أفضل، والله أعلم. هل الذي يسافر من جازان إلى جدة ثم ينوي العمرة هل هو صحيح؟ إذا نواها قبل الميقات فلا بد أن يحرم بها من الميقات. يحرم بها من أين؟ من الميقات. فإن لم ينوي العمرة إلا في جدة فحكمه حكم أهل جدة، يحرم بها من بيته في جدة أو من المكان الذي يقيم فيه، والله أعلم. ما حكم القيام بالعمرة عن الميت إذا كان يجوز القيام بها؟ نعم، يجوز أن يعتمر الإنسان عن الميت بشرط أن يكون سبق قد اعتمر عن نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولا مانع أن يأتي بعمرة ثانية في سفرته، لكن يكون بينها وبين عمرته التي فرغ منها قدر ما يحمم رأسه، أي يكون أسودا، وهذا نحو 5 أيام. والأفضل أن يدعو لميته أو للغائب أفضل من أن يأتي عنه بعمرة، والله أعلم. يقول: ما صحة النوافل والسنن التي يصليها الناس في الحرم قبل الصلوات التي ليس لها سنة قبلية وبعد الصلوات التي ليس لها سنة بعدية؟ هذا سؤال مجمل. فإن أراد أن يتنفل قبل صلاة العصر فالحمد لله، وجاء في حديث عن علي: رحم الله من صلى قبل العصر 4. وفي الحرم وفي مكة يستحب الإكثار من النوافل. لماذا؟ لأن صلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 مما سواه إذا قبلها الله منك. أما السنن البعدية فإن كان يريد بعد الفجر فليس بعد الفجر نافلة، ليس بعد صلاة الفجر نافلة، وليس بعد العصر نافلة، لأن الوقتين وقت نهي فلا يصلي فيهما نوافل. أما بعد المغرب فلا مانع، بعد العشاء فلا مانع، بعد الظهر للعصر فلا مانع، والله أعلم. قلتم إن الرجل في قوله إن الرجل لا مفهوم له، معنى لا مفهوم له يعني يشمل الرجل والمرأة، وعبر بالرجل عليه الصلاة والسلام من باب الغالب. يقول: هل في آية الأعراف وعلى الأعراف رجال؟